ما تقعدي على كنبة تاني. يا بابا لو سمحت فهمني قبل ما تتعصب عليا. موني ما قاليش قومي من على كنبتي، موني قال لي بالحرف الواحد قومي من على الصوفة تبعي. تخيل، عايز نقوم من على كل الصفات. اروح فين يعني؟ ارمي نفسي في الشارع عشان تنبسطوا؟ يا حبيبتي موني ما يقصدش يقولك قومي من على كل الصفات، موني قصده قومي من على الصفايه تبعه، يعني من على كنبته. صحيح يا طنط، الصفايه عندكم يعني كنبه؟ وحياتك عندي ما كنتش عارف. يعني عليك يا موني، ظلمتك. رايحه اصلح غلطتي. صلح غلطتها؟ البيت عملت ايه في الواد؟ شفتي حبيبتي؟ ها؟ شفتي؟ الموضوع كله تقوسه فاهم، تقوسه فاهم، بسيط يعني، مفيش حاجه. بعدين يعني البنت لسه ما تعرفش كل اللهجه السوريه والمصطلحات وال ها والحاجات دي، فبالراحه عليها شويه شويه يا حبيبتي. ها